السلام عليكم الشباب كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده دونك في هذا لا فيديو ان شاء الله غنحاولوا نخدموا هذا هادل ليكزيرسيس هذا اللي هو ليكزيرسيس 7 أه في السؤال شنو قال لي اون يوتيليزون ان انتغراسيون يعني باستعمال المكامله بالاجزاء بالنسبه للعربيه اللي متبعين معنا باستعمال المكامله بالاجزاء أه بين ان او لا احسب التكاملات التاليه كالكولي لي زانتيغرال سويفونت ثومي انتيغرا اون اكو 1 moins من 0, 0 x اكس 3 ديال -4 اكس اكس تري بيان السؤال بكل بساطه الشباب اول حاجه بعدا غادي نطبقو هذيك القاعده اللي كنت عطيتكم شنو كن شنو كنكتب اون بوز بالعربيه شنو هنا شنو الشاب هنا كنحط اي دو اكس هنا في بريم دو اكس سي بون اي شنو كندير كندير لا ديغيف ديال اش ديال او بريم دو اكس وناش كندير بريميتيف الاصليه ديال في دو اكس لان ملي كندير لك بريم كنحيد البريما كتسمى هذه الاصليه دابا الحاجه الثانيه اللي اول لاب نيميرو دو اشنو عندنا الشباب عندنا دو تيب ديال لي فونكسيون بريمي تيب عندنا هذه عباره عن فونكسيون بولينوميال داله حدوديه هو دي فونكسيون اكسبونسييل ديال لا الاسي حنا ما السؤال اللي غنطرح على راسي هو كيفاش اشنو غنحط هنا وشنو غنحط هنا قلنا كنديروا واحد القاعده اشنو كتسمى الشباب كنت عطيتها لكم هي اش ال بي ا اه ال بي ا اه ال بي او اه اس هادي قلنا عند سيونس مات ما عندكمش ان كنعني به الالين بي كنعني به البولينوم البولينوم حدوديه او كان عني بي اكسبونونسيال و اس شنو كنعني عني بي بيان سيغ الكوس سين طونجونت اكسيتيرا حنا قلنا ملي ال ان كيغلب البولينوم البولينوم كيغلب الاكسبونونسيال والاكسبونونسيال كيغلب سينيس يعني كل ما زدت كل ما داكشي كيتغلب دابا انا عندي دو تيب باش شابه عندي اكس بلس 3 بولينوم وعندي الاكسبونونسيال ديال موان 4 اكس uh, uh. دابا غنسولك شكون اللي كيغلب البولينوم ولا الاكسبونونسيال فهاد الحاله تو سامبلومون نتا غتجاوبني غتقول لي البولينوم حدودي هي اللي كتغلب هذيك اللي كتغلب الشباب قلنا توجور فين كنحطوها كنحطوها في اي دو اكس واللي كتغلب فين كنحطوها لتحت ليكسبونسيال ديال موان كاتر اكس تري بيان صافي اوتوماتيكمون ملي كنحط هادشي صافي يمكن لي نحسب شنو هو لا ديريفي ديال اي بريم دو اكس الشقاق ديال لا ديريفي ديال اكس واحد لا ديريفي ديال تخوا زيرو دونك شاش عطينا في الاخر هو واحد بالنسبة لفي بريم دو اكس ليكسبونسيال ديال موان كاتر اكس شنو كتساوي اول غنديروا لها اش البريميتيف باش نديروا لها البريميتيف غتقول لي استاذ راه هي نفسها هي اكسبو ديال مون 4 اكس هنا لا غلط الشباب شنو كندير باش يمكن ليا نلقى البريميتيف ديال إيش؟ ديال هذا الشيء ساهل تبع معايا غناخذ ورقه هنا باش ما نخلطوش داك الشيء قلنا الشباب ملي كيكون عندي ليكسبونسييل ديال ا اكس ياك ولا لا ليكسبونسييل ديال ا اكس بغيت ندير لي هذا البريميتيف شنو كندير تو سامبلومون عقلوا عليها مزيان بغيت ندير بريميتيف الاصليه كنشد هذيك ا دو اكس كنقسمها على اش على ا صافي ليكسبونسييل ديال ا اكس شنو شنو هو البريميتيف ديالها كنكتبو اكسبونسييل ديال 4 اكس وكنقسمو على داك العدد اللي لاصق في اكس اللي هو دابا انا اللي قلت لك اكسبونسييل ديال 4 اكس اولا ناخذ مثلا ليكسبونسييل ديال موان 4 اكس نيت هي اللي عندنا شي البريميتيف ديال اكسبو ديال موان 4 اكس سور اش سور موان كان 4. كنشد هذاك كنحط الاكسبونسيال ديال 4 إكس كوبي كولي على داك العدد اللي لاصق في اش في إكس اللي هو ناقص 4. نفس القاعدة اللي عطيتكم هنا غنطبقوها أصلا هذايا جاي لي درنا. الاكسبونسيال ديال 4 إكس موان 4. كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة. دابا اش غندير كنشدوا اولا كنشدو هاد اي دو اكس كنضربو في هادشي هادشي ديجا شرحناه في الفيديوهات اللي فاتو من بعد ملي كنسالي كندير لانتيغال ديال اش ديال في دو اكس في بريم دو اكس سي بون يلا طبقوا لي لا اكس بليس 3 اش في ليكسبونونسييل ديال موان 4 اكس على شحال على موان 4 من اش من زيرو من ناقص واحد لزيرو Quand avons dit que l'intégrale est de 0, et nous avons dit que l'exponentiel de moins 4x divisé par moins 4 fois a est ça. Donc, nous avons de moins 4x sur quoi Sur moins 4 d dx. Très bien. Après, nous dit que x plus 3, L'exponentielle de moins 4x, c'est ce dire moins 4x moins 1, 0. شوف هاد الموان الى خف بشه الموان مع المواس ش تعطينا بليس غتبقى لي لا من اش من موان الزيرو ديال الاكسبرونسيال ديال موان 4 اكس سيغ 4 دي دي اكس واحد القضيه كنت عطيتها ليكم ديجا شنو هي هاد القضيه استاذ تبع معايا دابا الشباب ركز مزيان اولدي الا كان عندي لا من ا ل بي ديال الفا اف دو اكس دي دي اكس افيك هذاك الفا ابارتيان ار ايطوال يعني عدد حقيقي يخالف الصفر هذاك الفا شنو كندير ليه الشباب كنخرجو باغال انتيغال و كندير غير البري ديال اش الاصليه ديال ا لبي ديال اف دو اكس دي اكس سي بون دونك الا كان عندي شي عدد ابارتيان ار ايطوال كنخرجو و كندير غير الانتيغال من ال بي ديال اف دو اكس دي اكس نفس القضيه دابا انا عندي اكسبونسييل ديال موان 4 اكس سو 4 هادي الا قاديتي راه اش غتعطيك شوف معايا واخا صراحه باينه ولكن نمشي معاكم بشويه باش كلشي يفهم اكس بلس 3 ليكسبونسييل ديال موان 4 اكس سور كوا سور موان 4 من كوا من موان زا لزيرو هادي في الاصل راه هي, هي. ان سور 4 اكسبونسييل ديال موان 4 اكس دي اكس, ديت إكس. C'est bon, n'est-ce pas? Oui, oui. D'abord, la règle est là. Comme tu as dit, 1 sur 4, je vais avoir l'intégrale ou un déal primitif. L'aslide, l'exponentiel de moins 4x dx. Donc, x plus 3, exponentielle de moins 4x sur moins 4, moins 1, 0. Plus 1 sur 4, moins 1, 0. L'exponentiel de moins 4x d dx. Nous allons faire bien. اكس شوف هادي غنعوضو حتى لاخر ليكسبونسيال ديال موان كاتر اكس سيغ موان كاتر من زيرو او لا باردون من موان زان زيرو بليس ان سيغ كاتر شوف هادي ديجا درنا البريميتيف ديالها بلا ما تعاود تكتبها مرة اخرى فين هي البريميتيف ديالها استاذ هاي ليكسبونسيال ديال موان كاتر اكس هادي الديغيفي الشقاق وهادي الاصلية البريميتيف بمعنى هاد ليكسبونسيال ديال موان كاتر اكس باش نعوضو بالبريميتيف الأصلية ديالو اللي هو هي ايه اش ليكسبونسييل ديال موان 4 اكس سور اش سور موان 4 وكندير معقوفه علاش يا استاذ معقوفه كنت شرحت لكم مرارا وتكرارا قلت لكم دائما ملي كندير بريميتيف ملي كندير الاصليه ما كنخليش انتغرال وكندير معقوفه اجي معايا استاذ اش القاعده اللي غنطبق من بعد كنت عطيتها لكم الا كان عندي لانتيغرال من ا لبي ديال اف دو ايكس ديال اكس دي اكس درت مثلا سيدي بريميتيف قلنا كنديرو معقوفة معتابو بأن بريميتيف هي كغون اف دو اكس من ا لبي ابخي إلا بغيت نحسب شنو كنحسبو ليماج ديال العدد اللي عندنا الفوق ناقص ليماج ديال العدد اللي عندنا لتحت دابا هاد القاعدة اللي عطيتكم هي اللي غنطبقو دابا او وغادي ايسي دونك ماتنو غنحسبو ليماج ديال العدد اللي عندنا الفوق اللي هو صفر فيما كانت اكس عوضو بصفر صفر زائد شحال زائد ثلاثة اكس بو

نفس القضيه غنديرو ليماج نحسبو اليماج. الصوره دي العدد اللي عندنا الفوق موان 4 فوا فوا زيرو على اش على موان 4 موان ديال فو موان فوا موان على شحال على موان 4 صافي وناخد دي ما لا وتاخد كالكولاتريس. كالكولاتريس وتحسب ركز معايا ناخدو كالكولاتريس ديالنا

هي واحد واحد على ناقص ربعة هي واحد على ناقص ربعة سي كلير موا هاد الموا الموا مع الموا بليس هادشي كامل غيعطينا 4 لأن الموا مع الموا بليس و في, في أن هي 4 سيغ أش سيغ صافي الحساب نشرو هادشي راه شوف المشكل في لانتيغرال هو الحساب أما داكشي اللول راه ساهل البليس مع الموا موا أن سيغ البليس مع البليس بليس ان كاتر فوا كاتر هي سيز في اكسبو ديال كاتر صافي شوف غنحسبو لي مع لي زيكسبو وغنحسبو الاعداد مع الاعداد ركز معايا واحد على جوج زائد واحد على ستاش غتعطينا تسعود على على ستاش اكسبو دو كاتر من بعد غنحسبو

بيان سيغ هنا كنديرو لا ديغيفي ديال او بريم دو إكس، هنا كنديرو الأصلية البريميتيف من بعد كنطرح على راسي هاد اللعيبه أولا هاد السؤال ديال ألبس، كنشوف عندي جوج ديال ليتيب، عندي بولينوم حدودية، عندي إكسبونونسيال دالة أسية، قلنا اللي كيتغلب شكون هو ليكسبونونسيال في الحالة، لأن البولينوم كيغلب ليكسبون، الحدودية كتغلب الدالة الأسية. Bien sûr, on va faire un équilibre qui va faire une place. Il va 4x moins 1. Et le équilibre qui va faire un équilibre. C'est clair. Après, on fait quoi On fait la dérivée de e de x. C'est quoi la dérivée de e de x Tout simplement, 4x, il y a 4. La dérivée de l'e de x, c'est 4x, 0. L'exponentiel de 3x, c'est le primitif de l'e. Tout simplement, j'applique la règle. On va faire un

ou, on peut dire l'intégrale de e la vidéo de x. Et on a 4x moins 1 exposé à 3x, le tout divisé par 3. On peut dire h, je vais faire le païda. Je vais faire 1 sur 3. Je vais faire le païda et je la vidéo Moins l'intégrale, je vais faire 1 sur 3. De l'exponentiel de 3x sur 3 multiplié par h par 4 dx. Égal. 4x moins 1 ديال 3x sur 3 من 0 1 sur 3 moins شوف هاد 3 و هاد 4 نقدر نخفجهم بمعنى جاء غنطبق هاد القاعده دابا 4 و 3 الا بغيت نخرج اش عطينا الا خفجنا ما غتعطيناش على 3 غيبقى لي في الاخر من 0 1 sur 3 كنتمنى تكون باينه اللي ما

هاي ليكسبونونسييل ديال 3 اكس على 3 اكسبونونسييل ديال 3 اكس على شحال على 3 من 0 ل 1 سور 3 سي كلير زيد نكملو تساوي دابا اش غنطبق غنطبق هاد القاعده شتي لا ليما من ال بي ملي كنديرو المعقوفه اون في كوا اون في ليماج الصوره ديال العدد اللي عندنا الفوق اللي هو بي ناقص الصوره ديال العدد اللي عندنا لتحت اللي هو دونك شتعطيني

نتوما ديما حطوا حداكم كالكيلاتريس الحساب ما فيهش ثيقه الشباب راكنا عودناهم راه نوتيكرا نحسبوا هادشي 4 سيغ 1 سيغ 3 موان ز الى مشيتي حسبتي هادي كامله تعطيك اش 1 على شوف واحد على 3 شوف و1 على 3 شوف معايا 1 على 3 الا ضربتيها في 1 على 3 الاكسبو ما تحطوهاش حتى ترى اكسبوغ يخرج لكم بالفاصي إذا مشيتو حسبتو هادشي كامل مع اكس غتعطيكم واحد على تسعود اكس لان ثلاثة مع ثلاثة غتمشي غتبقى لي اكس واحد و اكس دو واحد هي اكس ناقص هنا اكس بو زيرو هي زيرو بيان سيغ واحد الدقيقة الشباب لمشي مشيتو حسبتو هادي شوف 4 فوا 0 0 مع الموان زان الموان مع الموان ياكل لا اكسبو ديال 3 في 0 و اكسبو دو 0 سي بون اكسبو ديال 0 هي 1 1 في 1 1 عطينا 1 على شحال على 3 متفقين ولا لا -4 سور 3 3 مع 3 غشي غتبقى لي اكسبو سور 3 موان -3 في إكسبو 0 اكسبو دو 0 و اكسبو دو 0 و 1 و 1 على 3 هي 1 على 3 ولكن نتوما طبقوا الكالك صافي دابا اش غندير غنشروا عن هادشي 1 سور 9 حيت مازال خصني نكمل الحساب 1 سور 3 موا 4 فوا او هي 4 او 3 فوا /3. 3 9 سي بون الموا مع الموا بليس 4 فوا 1 4 سور 9 صافي حسب دابا لي او مع لي او والاعداد مع الاعداد الا مشيتو حسبتو هذا مع هذا اللي عندهم ميم ناتيو 1 سور 9 موان 4 على كوا دونك كتعطينا شحال ناقص واحد على على ثلاثة إكس بو دونك واحد على ثلاثة زائد ربعة على 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 تخليها صحيحة بغيتي توحد المقام صحيح كاين المهم ما نطول عليكم في الفيديو كنتمنى نكون وصلت لكم الفكرة وتكونوا استفدتوا حاولوا تخدموا هادي حاولوا تخدموها ولكنها بيان سيغ راه غادي نطلق غادي نحاول انني نلوحها في الانستغرام تصحيح ديالي هادشي اللي كاين الله يوفقكم